المطبخ الأرمني غني ومعروف. بالحلقات الخاصة للمطابخ العالمية الشيف حيعلمنا أقوى الوصفات. هاي شاب، كيفنا اليوم؟ أنا كتير سعيدة. ليه؟ اليوم عنا مطبخ أنا كتير بحبه. شو هو؟ الأرمني. أوكي، لكن اليوم مطبخ أرمني مثل ما قلتي. مطبخ أرمني هو يعتبر مطبخ أوروبي، نقول أوراسي شوي، يعني بيشبه الأكل الآسيوي من عنا ميلة الشرق الأوسط، ونفس الوقت أكل أوروبي متأثر بالمطابخ التركية الفارسية من وراء انتشار أيام زمان الإمبراطوريات، فبتلاقي أكله كتير مشبه أكلنا. أوكي. واليوم حنعمل وجبة بدجاج بلحمة وحنعمل سودرك اللي هي كمان كثير مشهورة عندهم. شو هي هيدا؟ مثل الورق البقلاوة بقلبه جبنة، اللي بيشبه كمان في شيء بيطلوا بالبرك بتركيا. فبتلاقي انه في كثير تشابه بالاكل، خاصة كمان مع انتشار كشعب الارمني بكل العالم، فبتلاقي حتى اكله موجود بكل العالم ومعروف. فهلا حنبلش اول شيء بالبرك. اوكي، حناخذ جبنه فتة، الفتة اللي هي يونانيه بالاجمال. انت اخترت الفتة اليونانيه ولا لا؟ هي الفتة يونانيه اصلا، بطل فيك تسمي فتة وين ما كان بالعالم. هلا اذا حتى بتلاحظ انه زمان اللي كانوا يقولوا فتة صاروا يسموها جبنه بيضاء، لانه صار مسجل دوليا. اوكي، الفتة هي بس لليونان. حنخلط الجبنه نمعسها شوي، حنحط معها بيضة، أنا كنت مفكرة أنه بس المطبخ الأرمني متأثر بالمطابخ بلاد الشام وتركيا فقط. لا، ما هلا بتفق أنه من زمان مثلا كان الإمبراطورية الفارسية مثلا وصلت منيح، يعني كانت حدودها كبيرة فبقى أكل من هون. كمان الإمبراطورية العثمانية كمان وصلت لمحلات كبيرة، فكل وحدة إمبراطورية بتروح يا بتاخذ معها شيء وبتعطيه للشعب محل ما هي قاعده، اما حتى بتاخذ من عندهم وبترجع معها على بلادها. فهيك من هيك بتشوفي اشياء بتشبه بعضها ببلدان العالم. عرفتي؟ مثل الاستنبوزيك مثلا موجود بكل العالم، بديك بالشرق الاوسط. حناخذ معها نخلطه منيح. ليه بنحط بيض وجبنه على طول؟ لتمسك بعضها. هيك الجبنة بعد بطل تظهر لبرا. ايه 100%، لأنه البيض حيعملها بايندينج، حيربطها ببعضها. يعني أنت كل الصوصات حتى البشاميل بتحط لها بيضة؟ حسب بشو بتستعملها، مش بكل شيء. البشاميل العادي لحالها ما بدها بيض، بس إذا عم بعملها مثل المسقى اليوناني بحط بالبشاميل بيض مشان كمان تمسك البشاميل على الوجه وتعمل الجراتان مزبوط. أوكي. حناخذ بقدونس، بدهم بقدونس ناعم نحط بقلبها. أنا كتير بروح على مطاعم عند الأكل الأرمني هون بالبلد بدبي. إيه، في كذا واحد طيبين. رح تعملنا شيف لحم بعجين؟ لا، مش اليوم، بلكي حلقة تانية. أكيد أكيد بالحلقة التانية، لأنه تعرفوا مشاهدينا المطبخ الأرمني عريق جدا ومتنوع، فأكيد ما بيختصر في حلقة واحدة. أنا على طول بطلب حتى تبولة أرمنية. إيتش. إيتش؟ طيب. عمل مثل كأنه بردل على بندورة. إيه مزبوط مزبوط. بنطبخ طبخ. أما بنحط البندورة فيها لا تشهر البندورة كتير، فيها شوية بقدونس. مختلفة عن تبولة أكيد. وفيها أكيد الحار. الأرمن. بحب الحار. الشعب الأرمني اللي بحب الحار. بياكلوا حار، بالإجمال بيحبوا البهارات. حتى يعني بلبنان كتير مشهورين بالسجق، بالسلامي. بس